أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله ألف ألف من الرياض يقول: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في الصدى الذي يوضع في بعض المساجد لتحسين القراءة؟ هذا من التكلف ومن رفع الصوت الذي يضر على أو يشق على المأمومين. هذا الصدى ينبغي منعه، ينبغي إزالته لما فيه من المبالغة والتنطع ولما فيه من أذية المستمعين. نعم.